طلب الرداء والرقوق والكلام الشخصي في رسالة تيموثاوس الثانية هل هذا وحي؟ بمعنى الشبهة بتقول أن بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية بيقول تيموثاوس الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. ويكمل بعد كده بعد عدد 20 سلم على فريسكيلا وأكيلا وبيت أنسيفوروس أراستس بقى في كورنثوس أما تريمفيموس فتركته في ميليتس مريضا بادر أن تجيء قبل الشتاء يسلم عليك أفيبولس وبوديس ولينيس وكلافيدية والإخوة جميعا. وكالعادة يقولوا إزاي الكلام ده؟ بولس بيقول لتيموثاوس تلميذه هات الرداء وهات الرقوق معاك، ده كلام ويسخره كالعادة ويعترضوا أن الكلام ده وحي إلهي. طيب نشوف مع بعض المعاني المهمة اللي موجودة. طبعا شرحت قبل كده في الجزء اللي فات أهمية التحيات الختامية، إن بتوضح لنا فكر بيئي، بتوضح لنا قانونية الرسائل، بتوضح لنا الفرق ما بين الرسائل القانونية والرسائل المرفوضة، بتوضح لنا أسماء وشخصيات، تاريخ كنيسة وتاريخ قديسين، بتوضح لنا أشخاص قدموا كل شيء علشان خاطر اسم ربنا. ووضحت أن الكتاب المقدس ليس فقط أسلوب سرد فقط ولكن أساليبه مختلفة متنوعة ذات جمال. فهو بيقول الوصية ومرة تانية يقول معنى الوصية ومرة تالتة يقول لنا تطبيق الوصية علشان ما بيسيبش الإنسان بلا، فأنت بلا عذر أيها الإنسان يلي ما بتفهمش الوصية أو ما بتعيشهاش. كويس؟ المشكلة أن المشككين لو جات رسالة فيها وصايا بس يقولون هي محرفة ولا يوجد دليل على كتبها. لو جات رسالة مليانة أدلة على كتبها يقولوا إيه الأهمية وده مش وحي إلهي، يعني كل شيء عندهم مرفوض زي أسلوب أبيهم الشيطان يلتف حوالين كل شيء ويشككون في كل ما هو صالح. فالجزء ده مش هكرره زي ما قلت لحضراتكم في الجزء اللي فات، لكن أوضح حاجة مهمة. يقول لنا وصايا مسيحية مثلا في الختام، فيقول لنا لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي وكريسكيس إلى غلاطيا وتيتوس إلى دلماطيا. فهمنا الختام ده أو التحية دي أو الأمر اللي ذكره بولس الرسول لتيموثاوس اللي بيرفضه البعض ويقول إيه أهميته، وضح لنا بالحقيقة وصايا روحية. ما فيش حاجة اسمها أن الإنسان عرف المسيح مرة وخلاص خلص وانتهى الأمر على كده ويعمل اللي هو عايزه من خطايا ما أنا عرفت المسيح. لا، ما فيش حاجة اسمها عرفت المسيح وتحب العالم، اللي يحب العالم ما حبش المسيح. ممكن بعد أشخاص ما يتكتب اسمهم في سفر الحياة يمحى اسمهم من سفر الحياة، يعني في شخص ممكن يكون اسمه مكتوب في سفر الحياة ويمحى، وده بيقوله لنا هذا العدد باختصار. فالحقيقة وصايا مهمة ومعاني عقائدية كتيرة مهمة، ما عندناش إلهنا بيقبض قبضة ويحطها في الجنة ولا يبالي وقبضة يحطها في النار ولا يبالي. لا، عندنا حياة جهاد مع ربنا، بفرح بيه، بقبل خلاصه، العطية المجانية اللي تقدمت لي مجانا رغم أنها لا تقدر بالثمن وأغلى من كل شيء وأخذتها عن دون استحقاق، لكن لازم أثبت فيها بالإيمان العامل بالمحبة. اللي ما يثبتش بالإيمان العامل بالمحبة اسمه سيمحى من سفر الحياة. واضح؟ لما ندرس الجزء الثاني المهم اللي هو بيقول بولس الرسول لتيموثاوس الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت والكتب أيضا ولا سيما الرقوق، والبعض طبعا ده من أكتر الأعداد اللي بيمسكوا فيها. إزاي يكون وحي إلهي بيقول له هات لي معاك الرداء والكتب؟ وطبعا البعض زي ما حضراتكم عارفين ضاف بعض المعاني الغير لائقة على هذا الأمر. الحقيقة العدد ده بيكشف لنا حاجات مهمة قوي كانت تحتاج أصفار تكتبها. تاريخيا العدد ده بيكشف لنا أن بولس الرسول بيقول لتيموثاوس تلميذه أن هو في طريقه من روما حيعد على ترواس، يعني تيموثاوس كان في أفسس
يعني لما اتكلم على قانونية بعض الرسائل وانتشار الرسائل من خلال تيموثاوس، ده انا عندي دليل قانوني، لان افسس هنا اللي شايف معايا، ترواس في هذا المكان، بولس الرسول موجود في روميا. لو تيموثاوس هيتحرك من افسس لازم يروح ميناء ترواس، لو تيموثاوس موجود في اي حته تانية زي تسالونيكي او بيريا او كرونسوس وهيروح لروما مش هيعدي على ترواس. فده ايضا بيديني تاريخ انتشرت رساله افسس ازاي، ومين اللي كان بيكمل بعد كده التوزيع بعد بولس الرسول وغيره من الخدام. فهمني في النقطه دي. فحتى التعبير الصغير ده وضح لنا تاريخ مهم لانتقال الكتاب المقدس، ولكن ليس فقط المعنى. عرفنا ان كاربس ده ايضا راعي كنيسه ترواس، فعرفنا تاريخ كنيسة انشئت امتى، يعني كنيسة ترواس دي ما انشئتش في القرن الثاني ولا الثالث الميلادي، دي موجودة من منتصف القرن الاول الميلادي. وعرفنا قديس جديد اللي هو كاربس اللي هو راعي الكنيسة، وعرفنا ان هو اللي بيرعى الكنيسة في هذه الفترة. فكل الامور دي واضحة. وعرفنا ان رحلة بولس الرسول لروميا كانت في وقت الشتاء لان الشتاء قادم، وعرفنا ان تيموثاوس لما جه كان قرب الشتاء. ايضا بتدينا فكر تاريخي مهم، بنفهم ان في الزمان ده سعر الرداء اللي هو الرداء الخارجي، العباية الخارجية اللي بيلبسوها في الشتاء عشان البرد، سعرها ما كانش قليل. والرسول بولس مش عايز يسقي على احد يقول له اديني رداء من عندك، اتبرع لي برداء من عندك، يفضل ان يحضر له رداءه القديم بدل ما يسقل على احد. ودول كانوا خدام ربنا الحقيقيين في الفترة الاولانية، بيكتفوا باللي بيدهولهم ربنا، ما كانوش بيطلبوا على أحد من أحد. والعدد ده وبأمانة رغم أن بولس الرسول، وقد أكون مخطئ في كلامي، شبه متأكد أنه ما كانش يدري هو بيكتب معناه بالوضوح إيه من كل المعاني، لكن الروح القدس قصد يكشف لنا هذا القديس العظيم بولس الرسول بمعنى إيه. وضح لنا صفة رائعة في رجال الله القديسين زي بولس الرسول. ليه؟ المسيح وصانا بإيه؟ بالفقرة. قال لنا اللي معاه ثوبين يعطي واحد لمن ليس عنده، يعني مش ندي العشور، ده قال اللي معاه ثوبين يدي واحد 50%. الكلام ده نلاقيه في إنجيل لوقا 3:11. فأجاب وقال لهم: من له ثوبين فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. ودي وصية بتعتبر أعلى من العشور. معايا؟ ورغم كده رجال ربنا زي بولس الرسول نفذوا ما هو أصعب منها. بولس الرسول كان عنده رداء واحد مش اتنين، كان عنده رداء واحد واتبرع به، ترك رداءه لشخص محتاج ومضى بدون رداء لغاية ما احتاج إليه في بداية الشتاء، وغالبا عارف إن الشخص اللي ادهوله وسابهوله مش محتاجه الآن، فطلب إن هو يرجعهوله ويستخدمه مرة أخرى في الشتاء لكي لا يسقل على أحد بشراء آخر. لو الكتاب المقدس حاب يوضح لنا مقدار محبة وعظمة القديسين الأوائل زي بولس الرسول وبطرس الرسول ويوحنا الحبيب وتواضعهم وعطائهم وخدمتهم، لاحتاج رسائل مستقلة. وطبعا المشككين لو اتكتب حاجة زي كده يقولوا أبص فلان بيمدح نفسه، ازاي الكلام ده يكون من عند ربنا، واعترضوا قالوا الكلام ده مش من الروح القدس. فالأمر ده مكتوب بحكمة وبوحي إلهي رائع جدا، يوضح لنا مقدار عطاء ومحبة وتواضع وبسل هذا الرسول. اللي فهمني في النقطة دي يكتب لي واحد، اللي عايزني أعيدها يكتب لي اتنين وانا تحت أمركم. حاضر أشرحها لحضرتك تحت عناية الاثنين. الكتاب أو روح الله القدوس عايز يوضح أن الكنيسة الأولى الرجال بتوعها كانوا بيتعبوا جدا، وبيتعبوا لدرجة بينفذوا الوصايا بمحبة أكتر حتى من اللي قال عليه ربنا. يعني ربنا اتكلم على العشور أولا، واتكلم
على أيضا اللي معاه ثوبين يعطي للي معهوش واحد، كويس. لكن الناس دول وصلوا في درجة محبتهم إن هم بيعملوا ما هو أكثر من ذلك. بولس الرسول كان معاه رداء واحد بتاعه ملكه الوحيد اللي بيتدفى بيه في الشتاء، ولما لقي آخر محتاج ساب له الرداء الوحيد، مش كان معاه رداءين ساب له واحد واحتفظ لنفسه بواحد. لو الكتاب المقدس عايز وحي ربنا عايز يوضح لنا قد ايه عظمة رجال ربنا في الكنيسة الاولى، واحد زي بولس الرسول عايز يوضح لنا الراجل ده خدم وتعب قد ايه ونفذ الوصية اكتر حتى من اللي قال عنها الكتاب المقدس، يا اما كان هيكتب لها رسالة مستقلة وساعتها كان ناس كتير يعترضوا على المدح اللي ملوش دعوة او ملوش لازمة في الاشخاص، يهم عن طريق عدد زي كده ببساطة شديدة. لكن اللي بيبصله بعين الروح وعين الإيمان يفهم عمق هذا العدد ويفهم أهمية إن العدد ده وضح لنا قد إيه رجال ربنا بالفعل كانوا أمناء على وصية ربنا، فطبق وصية ربنا بالضبط وترك الرداء الوحيد، مش كان عنده رداءين ساب واحد وأخذ واحد. ثق أستاذ الحبيب، طبعا ما مش هنوصل للدرجة دي وإحنا للأسف بشر وبنأدبك، يعني يريد بالعافية ندفع العشور وده يبقى كويس اللي بيقدر يعمل كده، ولكن حتى اللي بيوصل بيعطي كل شيء ما عنده زي الإمرأة اللي عندها فلسين ربنا ما بيسيبوش يحتاج. وعلى فكرة تجارب كتيرة اللي بيعيشها بيتأكد من هذا الأمر. حاجة تانية غير النقطة دي يوضح لنا برضو أمر تاريخي آخر، الفترة الأولانية النسخ ما كانتش بتاعت الكتاب المقدس ما كانتش تتنسخ بسهولة لأن سعر النسخ كان غالي، زي ما درسنا قبل كده في مقدمة النقد النصي وعرفنا أن سعر نسخ 25 خط على مخطوطة جلدية بسعر الأحبار والجلود الغالية والكلام ده كان بيكلف تقريبا 100 دينار في الفترة دي تقريبا، فمكلف. أيضا بولس الرسول مش عايز يسقل على الناس، ترك النسخ بتاعته من مخطوطات وأصفار الكتاب المقدس العهد القديم اللي هي الرقوق، سابها في الكنائس عشان يقروا فيها بدل ما يقول لهم انسخوا منها نسخة والدهاني تاني، ودلوقتي بيحتاج لها فطلبها. هشرح لكم الموقف بمثال حاليا. تخيلوا أسقف في كنيسة معينة أو راعي في كنيسة معينة عنده مكتبة حلوة قوي، معظم الأشخاص اللي عندهم مكاتب جميلة بيبخلوا بيها لنفسهم، صح؟ نواجه نفسنا بالحقيقة دي ولا لا؟ والبعض منهم بيبقوا كويسين بيقولوا للباقيين تعالوا لو عايز تشوف حاجة تعال شوفها في المكتبة، بس ما تاخدش حاجة وما تبوظش كتب. لو سمعنا عن أسقف في كنيسة أو عن راعي في كنيسة عنده مكتبة حلوة غالية في زمانها وبياخد المكتبة دي بالكامل رغم ان هي بتاعته بيديها للآخرين بيقول ادرسوها زي ما انتوا عايزين ولما تخلصوا رجعوها لي تاني، هنقول ايه عن هذا الشخص أو هذا الأسقف أو هذا الراعي؟ هنقول عنه شخص رائع، صح؟ خاصة بقى في الزمن ده بنتكلم على ان هي غالية جدا ومكتوبة بخط اليد. بولس الرسول كان بيعمل كده، مكتبته الشخصية العزيزة عليه اللي كان كاتب فيها تأملاته وكان كاتب فيها أسفار العهد القديم من أيام كان بيقعد تحت قدمي غمالائيل كان بيديها للكنيسة يقروا فيها زي ما هم عايزين، وبعد ما يخلصوا قراية يرجعوا له تاني يستخدمها هو ويوديها للكنيسة الثالثة. يعني مكتبته الشخصية كانت مشتركة مع كل الناس. كل دي حياة البساطة والشركة في الكنيسة الأولى والمحبة. معلمنا بولس الرسول كان بيشارك أولاده في كل شيء حتى الرداء الواحد وحتى الرقوق النسخة الوحيدة، رغم أن مرتبته في الكنيسة ده إيه. لو هنبص لبولس الرسول ده هو بيرسم مساعدين زي تيميساوس، وتيميساوس وتيتوس بيرسموا أساقفة، والأساقفة بيرسموا قسيسين والكهنة، والكهنة بيرسموا شمامسة أو الأسقف طبعا بيرسم شمامسة. يعني مرتبته هو كمرتبة رسول، المرتبة دي مش موجودة حاليا، يعني مرتبته أعلى من البابوية
لو سمعتوا شخص بالمرتبة أعلى من البابوية والمرتبة بتاعته بيشاركها مع كل شخص، ده المحبة والتواضع في الكنيسة الأولى. ما أمر ما كانش رتب كنسية لكن الكل خدام. عشان كده فاكرين لما قلت لحضراتكم قبل كده كنيستنا دايما باستمرار بتقول خادم، خادم يعني خدام بمعنى الكلمة، مش بهزر لما أقول الكلمة دي. اللي بيقول عليه فلان ده خادم لازم يكون اتصف بصفة خدام، يخدم الآخرين. ورئيس الخدام هو خادم للخدامين، ودي مش معناها ذل، لا ده معناها محبة، قوة المحبة المسيحية. وكل ما بيزداد درجته في الكنيسة كل ما بيزداد مقدار الناس اللي مفروض هو يكون يخدمهم. احنا ما عندناش واحد بقي رئيس وزراء ولا اعلى منه، ده بيخدم الكل ويبحث عن الكل ويعين الكل. وبولس الرسول المرتبته الرسولية يعني اعلى من البابوية واعلى من الاسقفة واعلى من الكهنة واعلى من الشمامسة، هو بيعتبر نفسه خادم للخدام وبينفذ ده بالفعل. حقيقة العدد ده كشف لنا معاني كتيرة قوي، اعتقد مدى التواضع في الكنيسة ومدى المحبة ومدى حياة الشركة. حاليا لو واحد فكر يتبرع باللي عنده ويدي للكنيسة ويبيع كل اللي عنده ويدي للكنيسة، غالبا الكنيسة ولا حد تاني هيبيع حاجة ويديله، فهو يبقى باع وده للكنيسة وقعد كده بدون شيء وللأسف، ويبقى هو اتعلم درس ولو حد كان بيفكر يعمل زيه هيبطل، لأن مفيش المحبة القوية اللي تخلي الشخص ممكن بالفعل واثق في محبة الآخرين إن هو يبيع ما عنده ويعطي ويوزع ويكون مشترك، وعارف إن الباقيين أيضا هيكونوا مشتركين معه لأنها محبة واحدة. فاللي سجله لنا الروح القدس من المعاني في هذه الآيات تعبير حقيقي عن قد إيه المحبة كانت قوية في الكنيسة، وقد إيه الإيمان كان قوي، وقد إيه الشركة والتواضع. كل ده في حاجات بسيطة قوي، في معاني بسيطة، في أعداد بسيطة. لو احتاج الكتاب المقدس يكتب سير القديسين كان احتاج كمية ضخمة يكتبها، لكن كتبها بأعداد قصيرة في اختصار. حتى العدد اللي بيقول أراستس بقى في كورنثوس أما تروفيميتوس، العدد ده بيحمل معاني تاريخية وترتيب في الكنيسة الأولى. النقطة المهمة تروفيموس ده كان مريض، يمكن الأمر ده شرحته في ملف مستقل. أبيفروديتس كان مريض، بولس الرسول كان بيعمل معجزات شفاء كويس، ولكن ما شفاش هذا الشخص. ومعلش ركزوا معايا في النقطة دي، الكتاب المقدس مليان بذكر معجزات الشفاء، ولكن بيكلمنا قليل على الأشخاص اللي ما تمش ليهم معجزات شفاء، وده لمعنى روحي مهم جدا اللي بيذكره لنا العدد ده، لأن شفاء المريض بمعجزة بيتم علشان مجد الله. ربنا مش بيقول إلغوا الطب ملهوش فايدة، لا، لكن المعجزة ليها أهميتها ليست فقط على المستوى الشخصي ولكن على المستوى الجماعي للإيمان وللبنيان كويس. فأحيانا ربنا بيستخدم معجزة الشفاء ويشفي مريض من خلال أحد رجاله، وأحيانا بيسيب الشخص إلى حد ما الصديق يجازى في الأرض لغاية ما ينتقل لملكوت السماوات بمرض علشان يتكلل لتعبه في الأرض. فكل شيء ليه دور، وده أقوله كلمة لكل شخص موجود في الروم قد يكون ليه مشكلة أو تعب بسبب مرض. ربنا قد يستجيب بمعجزة ويشفي المرض ويشفي المريض، أنا ما عنديش صوت، هل عندي صوت دلوقتي؟ طيب أشكر ربنا، أنا بس الكتاب الاثنين كتير معايا. قد ربنا يستجيب ويشفي مريض بمعجزة وده يبقى شيء رائع، بس غالبا بيعملها للبنيان، مش بس شفاء لأجل الشفاء،
لكن شفاء لأجل البنيان. وقد يكون البعض مريض وبيصلي وربنا ما بيستجبش لأنه ليه غرض تاني. ربنا مش عايز يطول أيامك على الأرض فقط وتبقى 120 و150، مش ده اللي عايزه ربنا. ربنا أنت بتعدي فترة امتحان على الأرض لغاية ما تسلم وزنتك بسلام. طيب أنا شايف ناس كتبالي واحد وناس كتبالي اثنين وواحد واثنين، أنا مش عارف إيه المشكلة، بس واضح إن المشكلة مش من عندي. طيب أشكر ربنا على كل حال. فأكرر الجزء ده معلش مرة تانية، مش كل إنسان مريض ويصلي ربنا هيعمل له معجزة. قد يستجيب فأحيانا، ودايما بيستجيب ربنا لما بحكمته شايف إن ده للبنيان، وقد لا يستجيب في أحوال أخرى علشان عايز الشخص ده يكون لي بعض الأتعاب القليلة لكي يمجد لأجلها في ملكوت السماوات، ويكون حمل إكليل المرض على الأرض أو تعب المرض على الأرض فيكلل بإكليل في السماوات. ودي نقطة مهمة، كل إنسان يعرف حد أو هو مريض وبيصلي ما يزعلش من ربنا أنه هو ما استجابش. قديسين الكنيسة الأولانيين ربنا استخدم بعضهم وداهم معجزة شفاء وبعضهم الآخر ما شافوش. معايا في النقطة دي، وده بيذكره لنا حتى في التحيات الختامية وفهمناها منها. يعني ربنا مش لازم يستجيب كل مرة بمعجزة، ومش كل مرة شخص يمرض لازم ربنا بالأمر يشفيه بمعجزة، لا ده مش لازم. نفهم الكلام ده منين؟ من هذا الجزء. بولس الرسول بيعمل معجزات ولكن ما شفاش هذا المريض، وهو هذا المريض خادم ومؤمن بالرب وربنا ما شفاهوش. أبفروديتس، رغم أن بولس الرسول ده مش شفى مرضى بس كتير، ده أقام موتى، ولكن للبنيان الجماعي لما كان بيؤمن بسببها كثيرين. لكن مش بس هو يسيب مهنة بتاعته أو رسوليته ويشفي مرضى وخلاص على كده، الموضوع للبنيان، حتى المواهب والمعجزات للبنيان، وليست المعجزة لمعجزة لذاتها أو يبقى هي دي الهدف بتاعها. يعني اللي بتيجيله موهبة شفاء أو موهبة إخراج شياطين ده للبنيان لتمجيد اسم الرب، مش علشان خاطر للمعجزة لذاتها بيشفي الشفاء نفسه أو عشان يتمجد كشخص. فهمتوني في النقطة دي؟ أرجو أن هي تكون واضحة. وعشان كده لما يقولنا طبعا قداس الغرغوري حولت للعقوبة خلاصا، فأحيانا ربنا بيسمح ببعض التجارب ومنها تجارب المرض، وده بيكون للمنفعة وليس للضرر. لكن المهم في تجربة المرض صلي لربنا، استجاب ربنا بمعجزة رائع جدا وافرح بربنا وبشر باللي هو عمل. ما استجابش ربنا اشكره واشكره على اللي هو سمح لك بيه، لأن هو اختار لك أحسن من اللي انت متخيله لنفسك. قد تكون متخيل لنفسك الشفاء هو والمعجزة هي المطلوب وهي الحل، وربنا شايف ان الأجمل إليه الأجمل ليك ان انت تتحمل شوية المرض عشان تتكلل في الملكوت. كويس؟ دي بس حبيت أوضحها. وأيضا دي فهمناها من فين؟ فهمناها من هذا العدد، من التحية اللي موجودة في هذا الجزء في تيموثاوس الثانية صحة 4. وده يشرح لنا المعنى اللي قاله المسيح في إنجيل لوقا 4:25: بالحق أقول لكم أن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة، إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيدا. وبرس كثيرون كانوا في أيام إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر أحد منهم إلا نعمان السرياني. فكتير في زمن بولس الرسول جم ونالوا شفاء وأقام أفتيخوس، ولكن لتمجيد ربنا، ليس الشفاء للشفاء فقط. وزي ما قال لنا أبونا أنطونيوس فكري في تفسيره، عشان ما يسعاش المؤمنون يعرفوا المسيح علشان مطالب مادية زي الشفاء. يعني مش كل واحد ربنا يشفيه يبقى عايز يعرف المسيح علشان شفاء المسيح. لو أنا عيد تاني ده المسيح ده الحلو اللي بيشفي،
لو بابا او ماما عيو حلو اللي اوديهم للمسيح ده انا عرفت المسيح عشان بيشفي المرضى. لا، انت بتعرف المسيح مش عشان عطاياه، انت بتعرف المسيح عشان محبته، علشان هو الاله الحبوب اللي احيانا بيدي بعض المعجزات للبنيان وليس بتحبه علشان عطاياه. ما بنحبش ربنا علشان الفايدة اللي بتيجي من وراه، احنا بنحب ربنا لذاته، لان ربنا ذاته يستحق المحبة. شفاء ربنا في المعجزات بيكون فايدة روحية ولحساب مجد الله، علشان ايضا رجاله القديسين لما يعملوا معجزات احيانا واحيانا اخرى لا ما يتكبروش، لان لو بيعمل معجزة باستمرار قد يسقط في التكبر. كويس، كل ده فهمناه من هذه التحيات البسيطة في النهاية. معايا؟ فزي ما قلت هذا الأسلوب ما علمناش بطريقة مباشرة، لكن علمنا بطريقة غير مباشرة حاجات جميلة جدا. أما اللي يرفضوه وعينهم مش مفتوحة على نور كلمة ربنا ما يفهموش الكلام ده كله. ده بس باختصار، وأرجو أن الناس تكون المشككين يكون فهموا أن التحيات الختامية